من ناحية بتشمي ريحة الورد ومن ناحية ريحة البحر. لو تعرفي ست مريم جو الضيعة قد ايه بيعني. حبيبتي يا عمري انت اعتبريني انا امي. عمر راح يتابع الشغل باسطنبول. قابله للدكتور تبع مراد بس قال له انه ما بيحسن يدلي بافادته هلا. مراد راح يقول الحقيقه. انا مو كثير واثق منه. بتعرف بيت رجدان ما راح يسمحوا له يقول الحقيقه، اكيد راح يضغطوا عليه لحتى يغير رايه. لا مراد مانو مثلهم، أنا بعرفه منيح، ما في يتحمل عذاب الضمير. إجا وقال لي الحقيقة رغم إنه سليم وعثمان حاولوا يمنعوه. هو اللي قال لي أنا ما قربت على فاطمة وقتها. قلتك رح يسترجي يحكيها قدامه مرة تانية؟ ما في شي بيمنعه. رح يسترجي ولا ما بيسترجي؟ جاوب. هو اعتذر من فاطمة، إجا لعندها على البيت وقال لي أنا آسف. بس وقت الوضع كان مختلف، هو كان مفكر إنه خلص انتهى الموضوع وما رح تصيره مرة تانية، وبيجوز لما يعرف انه وضعه بخطر يغير رأيه وما يحكي الشيء اللي حكاه من قبل. بس انا واثق منه. ان شاء الله، لانه اهم ورقة بين ايدينا هلا هي اعتراف مراد، ورح يأيد كلامك، بس ما لازم نقعد ونستنى ليعترف. يا ريت كان عنا شاهد تاني غيره او شي دليل. على كل رح نشوف هالدكتور اللي نقلوه من هون، هو املنا الوحيد. مراد، مراد في مرحبا. مرحبا. بدي اياك تحكي لي على اللي صار معكم. احكي لي على كل شيء صار معكم ليلة خطبتنا أنا وسليم. روحي من هون. من يوميتها وأنت تعبان نفسياً ما هيك؟ وبس
السبب اللي صار ما حسنت تروح تكفي دراستك. انت ما حسنت تسامح حالك وكنت رح تندحر. روحي. سليم وعثمان هلأ بالحبس. كريم اعترف بكل شيء. بس هنن أنكروا كل شيء صار وبيجوز يفلتوا بعملتن. بس أنا بدي أعرف منك الحقيقة، شو صار؟ احكي لي شو صار بهديك الليلة مراد، بترجاك. القصة مزبوطة؟ أنت وعثمان كمان متورطين فيها؟ لهيك مصطفى هداك اليوم كان عم يزورك؟ روحي مراد، حكيني مشان الله، قلي الحقيقة، يلا قول. مرام، شو عم تعملي هون؟ شو فوتك لعنده؟ عم احكي معه. اطلعي لبرا وتركيه يرتاح. بترجاكي انا بدي اسمع الحقيقة من تمه. شو هالأنانية هي؟ ابني رجع من الموت والشي اللي عملتيه بجوز يضره كتير، تصرفك كتير غلط. يلا اطلعي لبرا. معناتها فاطمة؟ مرام قلتلك اطلعي ولا تخليني استعمل القوة او اشتكي للشرطة. اشتكي علي. يلا مرام، يلا طلعي. مراد انت منيح حبيبي؟ صحيح سليم وعثمان الشرطة اعتقلتهم. ما في شي من هاد يا ابني، هي كذابة. انت عم بتكذبي علي مراد. عم بتكذبي، انت متعودة. مراد اهدى يا ابني. روحي مراد حبيبي. روحي ماشي خلص بروح، رح اطلع بس انت اهدى.